كل سنة في تقدم في بالنسبة للبرسلين عامة في شخصيات فنانيس، يعني بيبتدي من الشكل ده، في أصغر منه وفي الأكبر، في أشكال تانية كتير، هو عليه إقبال جميل يعني السنة دي الحمد لله غير كل سنة، وكل سنة بتتطور بيجي عليه إقبال أكتر، إن هو يعني بيدي الفرحة وبيدي البهجة لرمضان، وبيحسسنا كده بأجواء إحنا ما حسيناهاش قبل كده غير زمان. وبرضه في شخصيات بوجي وطمطم وبكار، بس مش ميبقاش عليها الإقبال من نفس الفنانيس والكلام ده. ده السبت ده كده بيتحط جوه منه اليميش اللي هو البلح، ممكن مكسرات على حسب الاستخدام الشخصي. في ناس بتحط تاخد الشخصيات الصغيرة دي بتحط عليها بخور، بينزل منها مبخرة استخدام، برضو كل حاجة وليها استخدامها. فنانيس دلوقتي شغال اكتر من بوجي وطمطم طبعا والكلام ده كله، يعني بنستعيد ليه من شهر رجب ومن قبل رجب كمان. دلوقتي كمان فنانيس داخل في كل حاجه، فوانيس، لعب، العرايس المستورده، الكلام ده كله. وكمان كل الناس اللي جايه عايزه فنانيس، اي حاجه تخص فنانيس عايزينها، في مفارش، في مخدات، في شغل انتيكات، فوانيس، كلها فنانيس. بحب الفنانيس، ونزلت اجيب حاجات رمضان. نزلت جبت حاجات رمضان واتفرجت على حاجات كتير، وبحب الفنانيس عشان كده جبت ده. اللي ينزل الخياميه والمغربلين والحته ديت هو ده رمضان، مصر كلها جت هنا في المغربلين، واللي عايز ينزل يتفرج على حاجه رمضان وحلاوه رمضان هنا.